في جانب المساجد التي أغلقت مكبراتها حتى لا تسمع الناس قال الله سبحانه وتعالى، في المقابل تسمع أصوات الغناء، أصوات الفحش تعلو على صوت المسجد، بل ويكتم صوت المسجد ويسمح لهذه الأصوات بأن ترتفع. الإمام في محيط مسجده حتى ولو صدر من خطأ بسيط ممكن علاجه، ولكن أن يبث على العالم ويفرض على العالم لا شك أن هذه مسؤولية كبيرة يجب أن نقف ضدها. طبعا مكان جميل هنا، بس الغريبة يعني أنا مستغرب صراحة، كان حلو هذا المسجد وهذا هنا السماعة الأغاني في رمضان.